عند النار ما تستني وتخلص وتجيب لي الحاجات في طبق. استني ده انا اصبري اهي اهي استني اهي ايه عصايه. العصايه دي لو دخلت في اللحمه انا مش هاكلها. مش حاجه جنب اللحمه اصبري. امال هتقلب بيها ايه؟ مش هتطلع. استني بقى مادي. طب هات التونه يا مادي. سيب اللحمه يا مادي وهات التونه وتعالى اقعد يا مادي. انا زهقت يا مادي. انا ومادي غنينا سوا لعبنا في التلج اتمرمطنا في الهوا يا شوشو. بس ايه رايك في مود الكامب ده؟ ما دي انا جعانه بذمتك. ايه رايك في مود الكامب ده؟ اقسم بالله ما طايقه الدنيا. لا تعالى وهناكل تونه يا مادي. اصبري. ايه موضوع التونه؟ انت عامله دايت؟ هعمل ايه ما انت مش عارف تعمل الاكل هيغمى عليك. انت مصممه انت عامله دايت ولا؟ قولي الحقيقه. لا مادي انت تصوتي زي براحتك بقى احنا في الهو. استني بس بتتسوى والله. ايه مادي تعالى بس عشان اوريك حاجه. تعالى اقعد. طب احنا ما لحقناش نقعد في الخيمه. تعالى بس اقول لك مال كحي ليه. كامويجا كامويجا كامويجا. معلش معلش احنا هنروح امتى؟ لا مش هنروح النهارده. هو احنا جايبين الموضوع؟ انت بتعيطي؟ اه ليه؟ عشان انا ندمانه ان انا اتجوزتك اصلا في شهر العسل كده. طب احنا هنفضل قاعدين يا محمد؟ مش هنفضل قاعدين. احنا هنقعد بس في الخيمه شويه. مش عايز خيمه. انا جاي اقعد في الخيمه. واقعد وانا لوحدك. قاعد في الطل ده. اقعد لوحدك خلاص. وديني انا هات لي اي توك توك يروحني. توك توك؟ لا مفيش مروحه. احنا هندخل خيمه بس والله موت حلو. جربتي الموضوع الكامب ده قبل كده؟ انت بتضحكش ليه؟ ايوه فرفش خلاص بقى. يا مادي خلاص ماشي هفرفش بس بشرط. بشرط ايه؟ تقوم ترقص لي الرقصه اللي بحبها. رقصه ايه؟ الفلامينكو. يلا بس ترقصيها معايا انت الاول ابتدي وبعدين انا هقول لي كام تو دانس ومدي ايدك هكرقص. يلا وبعد كده الخيمه. ماشي. مش اكيد حسب لا. ستايلك في الرقص عشان ما بقاش وعدتك و عشان احنا في مدريد يعني. طب استنى انا هاجي لك كده. يلا يا سو يا سو ماري. اولي مش بقى خلاص. استنى اوف. رايحة فين؟ اي ايوه برافو. اولي اولي اولي. روعي. ايه ده؟ استني بس استني. ايه الصوت ده؟ انت اللي عملت كده؟ لا والله ممكن تكون قطه في حاجه ما تخافيش. طب تعالى انا اللي لازم امسك فيك. انت واقف مش لا تعالى انت قدامي. اصبري بقى. لا طب تعالى نروح نجيب حاجاتنا من الخيمه ونجري. على فكره الصوت ده من ورا مش من قدام. من ورا انا هنا. الصوت ده من ورايا انا. اوعى كده على فكره. لا. انت مش راضي تتحمل المسؤوليه. انت جبان. لا اوعى. ده اول يوم في علاقتي الزوجيه بمادي احس ان انا بجد ندمانه ان انا اتجوزته وارتبطت بانسان مش بيتحمل المسؤوليه خالص كده زيه. مفيش مشكله ولا حاجه. هو انا كنت عايز اعمل لها مفاجاه ونعمل يوم فيه كامب واجيب لها شويه لحمه والقصص دي. بس ما عرفتش اصلا اعمل الخيمه ولا عرفت اركبها ولا عرفت اتنقل. مش فاهم اول مره اعملها. انا هفتكر هنا كلام كل صحباتي ومش عايزه اتسرع في ان انا انهي العلاقه. هستنى اديله فرصه يمكن يقدر يصلح كل الصوره الوحشه اللي هو بوظها في عينيا دي واليوم اللي ضاع عليا ده وما عملتش فيه اي حاجه. ادعوا لي ان ربنا يا رب يصلح حالنا. سامحيني يا حبيبتي والله انا بحاول اعمل لك كل حاجه حلوه وهو الكامب اتضرب شويه بس يعني ادينا جربنا يوم جديد وبتاع. فانا بحبك جدا وان شاء الله هرضيكي على طول باذن الله. راضيه ذمتك. راضيه ذمتك يا سامح وانت اخويا تحكم لا بالحق. لا بس تحكم بالحق. ينفع اللي عمله فيا بالحق؟ لا احكم بالحق. يعني برضو هي اكيد زعلانه عشان ما كلتش يومين. ايوه اللحمه باظت. اللحمه باظت. وفين الخيمه اللي اتعمل؟ شفت انتوا واخدين حصيره مش خيمه اللي انت لا لا ده حصيره. قلبت حصيره. انت ما تعرفش. انا كنت بحاول اركب الخيمه في الاول فتعبت. اه مش عارف بقى كلها ما تعبتش. ما عرفتش.
واضح ان الدنيا كانت تلج يعني. طب ما انا اتصرفت فرشتها وولعت. لا بس انا شفته في مره كده شايل لك الشنطه، كان بيحاول برضو يتحمل. شايل لي الشنطه ده بالعافيه. اه في الجبل وانا طالع الجبل شايل لها الشنطه. وبعد كده بيحاول يعني. ده ما فيش سنتين واداني تاني. هي الشنطه كان فيها الباسبور بتاعها، فهو كان عايز يتاكد ان مش هترجع. لا 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 ده بهدلني والله العظيم بهدلني، يعني انا عمري ما هنسى اليوم ده، كان يوم بجد كده. بس انا هقول لك يا شوشو انا اسف، ما ممكن الذكريات اللطيفه ممكن تبقى حاجه كده على ذكرى مهبب، يعني يبقى حاجه منعكشه يعني تبقى لطيفه. ما احنا رحنا كامب قبل كده بجد. طب احكوا لنا بقى انتوا عملتوا ايه. ده كان يوم عسل. عسل برضو. طب انت عرفت تعمل الخيمه ولا لا برضو؟ لا احنا كان في ناس بقى عملوا الخيمه. شفت يبقى هو كان صرف اكتر بقى. شفت ازاي كنت صرف واخدين الكباصين مش بتقول لك توك توك. شفت ما انا راضيه بقليلي، راضيه بقليلي هعمل ايه. قلت له هات اي حاجه يا حبيبتي، بس هو واخدك في اسبانيا. ما هي ماشي. وبعدين عملت ايه؟ رحنا الواحات البحريه بجد. وفي عز الثلج وصحراء، وقعدنا بقى من بالليل للصبح. اتجمدت يا خبر. انا اكتر كان في تعالب في حياتي كده. وتعالب عينيها ايه يا ماما ازاز كده. بس كانت تجربه رائعه. طب قول لي انت يا سابع، ايه احلى اكله وسام بتطبخها لك مؤخرا؟ كل الاكلات اللي بتعملها الحمد لله. يعني نيجي مثلا ايه كل بصراحه يعني والله الكتب حاجه مفيده جدا والوصفات حاجه مفيده جدا. طب بس مش على كل البرامج كانت. خلي بالك يعني مش كل يعني البرامج. الفيسبوك بالنسبه لي لو فتحت صفحتي على الفيسبوك هتلاقيها كلها أكل. صفحات اكل وصفات. فعندها تعمل الكفته حلو جدا، بتعمل مكرونه بشاميل حلو جدا. الحمد لله. لا 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 انت كده ابتديت الحلويات بقى. لا خدي بقى من لا هنا. لا هتيجوا كده اطمنت وهتيجوا. لو ورد ايه؟ لا ما انا جوع. طيب خلاص يلا نكمل البرنامج هناك عندنا في البيت. لا نكمل عندنا. يا لهوي انت بتستقل بيا يا سامع؟ لا وانا يعني هتقولي مش هاكلكم؟ لا انت عروسه جديده بقى ما ينفعش تقومي. لا دول بقى ده انا قايمه. ايوه وطبخه وعامله لكم اكل بقى هتحلفوا وتتحالفوا بيه. سفره كده من هنا لاخر الشارع. هنروح فاصل على بال ما ناكل ونجهز الاكل ونيجي تاني. استنونا. انا قلت انتوا بتاكلوا الاكل ولا ايه؟ لا 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 حبيبي دي طعميه دي ولا ايه؟ طعميه وفول. الله سامح بيموت في الطعميه على فكره. الله طبعا. لا وبعدين بطاطس كتير. انت قلت لهم ايه؟ سامح بيموت في الايه؟ في الطعميه. انت بتدبسيني. بتضحكوا على ايه؟ لا يا حبيبتي لا يا سلام لا في حاجه؟ اصل هي بتقول في حاجة؟ بيموت في الطعميه. بجد؟ قلت لها انت بتدبسيني ولا ايه؟ طب الحمد لله. انت كلفتي نفسك كده يا شيماء. لا والله والله كلفتي نفسك. لا لا لو مش هنتعب لكم نتعب لمين؟ يعني احنا لو مش هنتعب للغاليين نتعب لمين؟ طيب يا حبيبتي ربنا يخليك. ده انا عايزه اقول لك بقالي ثلاث ايام قاعده اجهز لكم في الاكل ده كده. ثلاث ايام؟ وبعدين قلت كل يوم بقى بناكل لحمه وفراخ زهقنا. صح. قلنا نغير. صح. صح. والتغيير على جه على وشينا. ماشي. يعني احنا كنا عايزين نغير. انتوا بقى زهقتوا؟ فاحنا كنا طعمين على طول. انتوا كمان؟ قلنا هنيجي نغير. فلقيناكم انتوا اللي مغيرين. طب خش عايزين تغيروا خشوا جوه غيروا. تحب يعمل لك ايه بقى يا وسام؟ لا انا بشرب جوز الاول لان انا ايه بشرب ميه قبل الاكل. دي مش ميه يا حبيبتي. تعالوا كلوا يا جماعه. انا هصدقها هجيب لك ميه. استنى انت تؤمري. تسلمي. انا عندي كام وسام حبيبتي وكام سامح
ولو مش هتعب لكم اتعب لمين انا طيب؟ لا انا عايز اقول لك حاجه، لو مش هيتقتم وسطي وافضل رايحه جايه عشانكم يتقتم وسطي عشان انت بتذلينا، لو مش هيتهد حالي ما تقلقش. لا والله تسلم ايدك يا عشان عايز ميه انت كمان. لا يا حبيبي هترميها في وشي خلاص. لا عايز اقول لك حاجه بمناسبه الميه. ايه؟ كنا في حفله وانا نادرا ما بروح الحفلات يعني. اه. فجايبين اكل وبتاع وانا كنت في الفتره دي عامل دايت. قلت لهم لا اللي بيزعلنا الكلام اللي بيزعلنا. لا لا اصحى كده. انت عادي كلي براحتك عادي مفيش مشكله. فقلت له عايز بس ايه حاجه ساقعه صودا اي حاجه صودا يعني. اه جاب لك حاجه. فجاب لي حاجه زي دي كده. ماشي طعمها غريب جدا. انا قلت يبقى الحفله دي فيها حاجات. اه واحنا مش بتوع حاجات. نجري. بس شربت ايه بقى ايه ده. بعدين واحد صاحبي معايا فقلت له اشرب دي انا حاسس ان فيها مش صاحبك عارف شرب. لا واحد زي حالاتي. فقال لي ايه ده سامح انت طالب خمره ولا ايه؟ قلت له لا والله ده انا قلت له صودا بس يعني. وابتديت الدنيا ايه تلف بيا. اكتشفت ايه في الاخر؟ ايه بقى؟ ان صودا ميه صودا. طب قولوا لنا بقى مره عملت اكله وحرقتها في البدايه كده. ده في الاول انت اتصدمت كده ما رضيتش تحرجها. في الاول كنا عايشين ايهام دي مكرونه. وهي في الاصل مكرونه عجينه. انا قعدت دي رز بالايهام شهور يا شوش ونفسي افهم المكرونه ايه اللي غلط فيه واكلم كل الناس وامشي يعني الخطوات بالظبط. ما اعرفش ليه عامله كده ولحد دلوقتي ما اعرفش. يمكن النوع بتاع المكرونه. اقول لها اه يا حبيبتي النوع هو اللي وحش. ايوه المشكله مش فيها، المشكله في النوع. الرز الميه اكيد من الميه وحشه. عايز ميه معدنيه حاضر. بس يا رز يا وحش ما تزعلش وتسيب. لكن بالثقه اوعى اي حد يتجوز حد ويقعد يكبسه ان لا الاكل وحش. لا شكلك مش عارف ايه. لا لا بالثقه. اديها الثقه. اديها الثقه. هو كان بيقول لي الاكل حلو. انا اديها الثقه. وانا مش قادره اكله يعني. يعني انت اكيد بتضحك عليا. لا الاكل تحفه بتسلم ايدك. بس المكرونه مش الصلصه تقريبا مش متسبكه يعني في حاجه غلط. انا عمري قلت لك على اكل وحش؟ لا بصراحه. وكان كل وحش. كان بيبقى باين عليا. انا كنت والله العظيم. بيبقى باين على وشه يعني. يعني بالهنا والشفا. حبيبي ايه الحب ده؟ اوعي تاكلي صوابع. حبيبي والله. خلاص هاكل والله. كله 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 كله. ايوه انا بحب بقى يبقى مناكب يبقى عفا. بتفكروني بمشهد بتاع جورج سيدو بجد؟ اه اللي هو يقعد صح؟ هو كان بيعمل مشهد ده عشان تسمع بيحب. ايوه جورج سيدو وتكبر. قول يا ماجي يا ماجي مش طب قولي لي يا وسام ايه اكبر عيب لو كان موجود في سامح كنت ممكن ما تستحملوش خالص؟ بصي اقول لك يعني في حاجات كتير قوي يعني كانت بالنسبه لي يعني مستحيله. اول حاجه ان انا يكون رايه ما بيعجبنيش. انا ما يعني زي ماجي. لا والبخل لما انت قالت لك كان في اشاعه كده كانت في اشاعه كده طالعه على سامح انه بخيل. يعني في ناس قالوا لي ده شكله بخيل ده شكله بخيل. بس انا متاكده انه مش بخيل يعني. بس هي البخل طبعا صفه سيئه جدا برضو في اي راجل برضو ماشي. طب سامح يعني انت بتحب الغنى صح؟ ده مين اللي قال لك؟ كل الناس. وبيغني في كل حاجه تقريبا. باين عليك. امال انت مسرع على الجنب ليه؟ عشان فنان حساس رومانسي. مطرب يعني. ايوه ايوه. فلازم تغني اغنيه لوسام تهديها لها. قوم يا ماجد جرو. والله ما قال. طب ما انا والله ما قال. تحلف بالله عليك. اتدبست. يا شيماء انا ما بعرفش. لا بتعرف. والله ما بعرف. لا والله. بس ثانيه واحده. لا يا شوشو خلاص. ثانيه واحده بصي. انا مش هغني عشان لو انا هغني فخليه ما يغنيش. لا خلاص مش لازم. ماشي خلاص هنعمل كده. ماليش اي علاقه. فانت هتشيل مسؤوليه اغنيتك واغنيتها بس. ما انت مش احنا طلعنا مع بعضينا في. ايوه بقى. لو عايز تغني الاغنيه دي غنيها. لو عايز تغني الاغنيه دي غنيها. لا انا اغني ايه بس انتوا ساعدوني. طب ماشي. لان انا اول الطلعه بعد كده ما باخد مطب على طول يعني. كلنا كلات موسيقيه. ماشي اوكي.
بحلم بيك انا بحلم بيك تبقى اشواقي مستني تيرارا بحلم بيك انا بحلم بيك تبقى اشواقي مستني اطلع بقى ان ما سالتش فيا كفايه عليا طيب ما دام انت يعني حسيت نفسك مش في الغنى قد كده هديك فرصه ثانيه ماشي اوكي هتقول لها كلام حب لوسام بس بطريقه رمزي ايوه كانك لسه بقى ايه بتتعرف عليها ماشي يلا بطريقه رمزي وسام حبيبي يعني انا لسه انا مكتشف ان انا بحبك من زمان لسه دلوقتي هو ده رمز ولسه القعده الحلوه هتكمل ولسه يفضل منورنا النجم الجامد جدا سامح حسين ومراته القمر العسل وسام بس هنروح لفصل صغير ونرجع لكم بسرعه استنونا بعد الفاصل ولسه معانا ومنورنا اطيب اتنين زوجين في الوسط الفني النجم الجامد الكوميدي العسل سامح حسين وحرمه افرجي نفسك شويه كده عشان انت كده هيبان ان مفيش اي انا مش عارف اقعد انت يا عيني خلاص انت هو مش باين تحس ان هو المنديل اللي في جاكيتك يعني حاجه ما دي اكبر طب يلا نلعب بقى يلا هنلعب لعبه التوافق اوكي هتاخدي السبوره الحلوه دي يلا ومعاكي قلمك واستكتك وانت أوكي. كمان يا سامي ماشي هسالك سؤال وتكتب الاجابه على طول من غير ما تقولها وانت كمان تكتبي نفس الاجابه ونشوف اجاباتكم زي بعض ولا لا اللعبه من 10 يعني 10 اسئله هنشوف هتجاوبوا فيهم كام سؤال أوكي ماشي يا معلم السؤال الاول قول لي يا سامي وسام اتغدت ايه امبارح؟ اكتب امبارح؟ بسم الله بسم الله المهم ان انا متغدي معاها ايوه هي كتبت بس كتبت ضحي ولا ايه؟ ماشي نلف كده الله النقطة الأولى لشربة الخضار بس يا حبيبتي ما اكلتوش غير كده؟ تخيلي؟ احنا بنعمل دايت اصلا ما انتوا احنا يعني مستعدين للعزومة بتاعتكم اتاريكوا يا فجبت لنا فول وطعمية يعني جبتوا على الفاضي